رانيا بقيت لك دوسي ميديكال نتاعك. امبوسيبل كل نروح وين لقيتو يا اخي؟ كنت فكر هبت با في البوات اكون با. اي با شبيك تسعديني ما فهميش من غير تسعدين دوسي ذاك ميصلح لشيء. مسيش تفاصن سي با كراف فهميش كلا دهين راو تشا دو تخب خوف دونك سي با تستدين سي لا سول بروف اللي انا بتلبس تكون مختصبني راه ما نعرفوش وجه الراجل. نعرف هي سي با انت ما تعملش في روحك هكا سي با. كل ما نقول ببنت حالتي وجهي تعاود تتسكر. فرحة ما تمت البنات وين؟ اسكندر ولد فاروق شبيه زادة؟ ما بين موت وحقيقة صار له دخلوا لهم سريق طيشوه من التراس امبوسيبل لا خلاو لهم الذهب الفلوس ونزيدكم زيادة الباب مش مخلوق محلول بمفتاح شي يخوف مسكين فاروق ما يستاهلش. ما فاروق معايا برشا راه زمان نقف معاه احنا تو اي ما سمعني ما يقولي حد اخر خطتك راه وين فرحي سابق ويا بنيتي ما تخمم كان في روحك الرجل نزل حي ما ماتش كلمت عمتكم فاروق وسالت عليه تو كي يتحسن نمشي ونطلو توا مازالوا داخلين بعضهم حسب ما تقول نوال حاجتي بيك راس راس لا حلو شنية تطريدة بتخامة احسبها كما تحب انا بطبيعتي ماشي هذا العين لابش نشوفه نسمع حكايتك تخي بيان في لمن علي ديما هكا تنبس فيه الرجل مش هذا موضوع شنية حكاية الفلوس اللي حبيت تجبدها من البنك غاسي اش قاعد تكتك انت وياه شنو؟ هذه صبا متاع كلب المعلمة شكون تحكي؟ تعرفني شكون نحكي؟ نعم ما نعرفش تقول خالد نتاعك في الميسر وماي معناها أنت تقول كرب على خالدة؟ إيه الهبة متاع بابا شنو؟ نكذب عليك؟ مش حلو المنطق اللي تحكي بيها كان فما واحد ريسبكتابل في الشركة متاعنا راهو خالد عيب عليك لا من ناحية عيب عيب أما أنا نقول نحب بالله والله ما عندي حتى مشكلة مع العيب واللي يجي واللي ما يجيش كمل خالد صبي متاع بابا خالد شاب له مخه ماشي له في بالو اللي انا كومبيتون ما نعرفش نخدم ونحب نقلب عليه الطاوله. ميرسي. كلامك 100% غلط. كريم عمرك عليه وكان جيت تعرف وراك عمرك ما تحكي هكا. قداش كنا يا اخي ماشي في بالك اللي هو يحبك بالحق؟ راك باكو كبير وما باكو باقي فرد منطق معناها ما تسلمش. اخي منطق؟ منطق شنو؟ اخي راجل خدم عليك في مخه وتقول لي منطق؟
خدم عليا في مخه وانت ماكش باش تبطل تخدم المخ نتاعك. عسو بوان ما تنجمش تتصور اللي احنا زوج نجم نكونوا نحبوا بعضنا. عسو بوان اختك ما تنجم تعشب حد. عليه خدم نتاعك راجل سيدي رجال. اي راجل ونص. واو اش خليه بيت مع بنت عارفه؟ شنيا؟ تحت سقف الراجل يأمنوا على رزقه نورمال؟ وما ما كنتش بدالك الحكايه ما انت لا تزيدني شنو؟ هذه اكيد صبا من عند الكلب نتاعك انت كريمه. تعرفش كيفاه؟ كي الحكايه هكا حياتي وانا حره فيها باهي. حياتك كنت حره فيها خارج البابا. واخر مره تعملها وماما سمعت؟ اخي قول لي اخر مره تعملها عزي مش هذا موضوعي. شنو حكاية الفلوس؟ تسرق فيا؟ مانيش نسرق فيك. أنا نحب نعرف يقول لي حقي. الفلوس اللي تبيعهم دروك. أما؟ إي والله وتجلت بيهم بلي زوكان والحيوانات المهدبة للانقراض سافا؟ ودخلت بيهم في المافيا وجيت بيهم سلاح وميم وبيع شركة الباب الكل. تهنيتك هي ارتحت. برافو كملت الشو نتاعك؟ فزتوها. شنو اللي تسرق بالضبط؟ ذهب وفلوس. قديش؟ ما نعرفش الفلوس حكيت 10 ملايين. أما ذهب أكثر. زوز سيغات ديامونت وشرك وبلالة وخويت. تشكوا في عبد معينة؟ لا لا. تشك في حد أنت؟ الحقيقة نشك في واحد اسمه صبري. ولد الخديمة اللي كانت عندنا. ولد لطيفة امبوسيبل. اي ولد لطيفة وسكندر هو اللي قالي بيناتهم عركة. لطيفة هذه عطينا توما مفتاح تدخل الدار. ليه ليه؟ خاطر ما لاحظتش شفاك خال على في الباب ولا في شبابك. شنو اللي صار؟ والله ما عادش نعرف حد شيء والله. اي فماش واحد منكم ضيع مفتاحه ولا تسرقه؟ شبيك مالك لاباس؟ شبيك شفما زيد اش عملت؟ انا ضيعت مفتاحي. فكرش وقتاش؟ فقدت نهار مشيت لدار سونيا وصبري. شنو مشيت لدار سونيا؟ سامحني ماما. مش قلت لك ما عادش تكلمها؟ مش قلت لك ما عادش تكلمها الطفله هذه؟ وليت تمشي لها للدار جمله؟ انت علاش عايش بنتي؟ علاش هكا؟ علاش راسك صحيح؟ طفله كي من هكا وراها كاين مشاكل. كيف جردها حياتنا الكل تقلبت وربي يستر من اللي جاي. امانه مين ما تغشش عليا؟ ما تغشش عليك؟ يا اخي بمخك ولا بلاش؟ خويا بين حياه يموت وانت تقول لي ما تغشش عليا؟ مانيش بالعاني امين. انت ديما كهو ماكش بالعاني ديما ماكش بالعاني. وسعوا بالكم على بعضكم عاش ولدي كي اختك. يا شنو وسع بالي معاها قالت لك اختي. كي وسعوا بالكم على بعضكم اخوات هكا؟ ماهيش اختي. باهي مدام جيب الاولاد تخلط عليه المركز لازم ناخذ قوالهم غادي. سي بون الاولاد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شرطة معك. لباس. صبري بن محجوب بن عبد الله يسكن هنا؟ اي. موجود هو؟ لا. وقتاش يرجع؟ ما نعرفش. عنده مدة بسافر. شكون سيادتك انت؟ بوه. باهي. تفضل سيدي هذا الزدعاء وقت اللي يجي لازم يتصل بينا اكيد. هاي في الامان خويا. مش حاجه جديده دكتور. احنا عملنا اللي علينا ومن نجمو نعرفوا بالضبط الوضعيه نتاعو كان ايام اخرين. توا ما نجمش نعاونكم برشا. ويرجع يمشي دكتور ان شاء الله. عايشك تمني خلي صحيح.
يرجع يمشي ولا يلزمه برشا وقت وسورتو برشا ريدوكاسيون ويرجع يمشي فما امكانيه أنا فما إمكانية زادة أنه يعدي حياته على الكرسي احنا نعملوا اللي علينا باش ما يصيرش الشيء هذا اما نجم نوصلوه بارك الله فيك أي. ربي يفرج عليه عيشك الله فيك هاي في الأمان تفضل اهلا امي اهلا شفيك جيت البيرو ما قعدتش ترتاح نبدا داخله بعضي اش بريفير نجي للخدمه وما نلاقي حاجه باهي اقعد نعيطلك على قهوه اوكي توحشتك اش بيك امي خالد قولي انت متاكد الكريم وغازي امورهم مش واضحه مش متاكد انا عندي بليزيور زانديس هي واش قررت؟ برشا حاجات عطيني يا مات نقولك يا انا ظلمهم يا هما بالحق قاعدين يقضيوا في مصالحهم على حساب الخدمة اسمع خليني طبعا انت بالذات لازميش نحكي معك في الخدمة لا يرد بالك على روحك مانيش قاعد بطبيعتي باش نمشي عليه؟ ماش لاقي راحتي استني روحي محمد ونمشي على روحي وين؟ انت شنو نهرب بيك على حصان ابيض؟ ما نخلد مانيش نفضلك تمشيش تمشي وتخليني خليك انت هذا الكل على خاطرك على خاطرك هي على خاطرك عم نجري فيرما نعيشو فيها انا وياك وميا بعاد على المشاكل على هذه بنت عرفك على ستريس كريم والمشاكل الاخرى شكرا مش تعبيرو الحكايه هذيك بعد خدمه طبعا تعدالك ونحكي لك كل شيء باهي قهوتي وين نسيتني فيها توت شويت اجيب لي قهوه لميمة هكا ديما تجيب بعضي دخلني بعضي ريت سلام اخوي سلمى ورقك ورق سيارة تفضل ورق سيارة شنو عندكم في كاميونة؟ خويا والله ساعة قبل كل شيء من واجبنا أننا نهبطوا لكم ونحييكم تحية إكبار وإجلال على المجهودات الجبارة اللي تقوموا بها يا خويا بارك الله فيكم يا خويا بارك الله فيكم بارك فيك باهي باهي شوف لي شو عندك التالي إيه تفضلوا سي